كمل يا استاذ. امال الاهلي هيبقى وحش ليه؟ وقناته مش هتستحمل الراي الثاني ازاي؟ يا جماعه المساله تتعلق مش بس بسمعه القناه، بسمعه محلل تحكيمي بيقيم العداله والحساب الحقيقي يا استاذ. طبعا بيقيم العداله الاستوديو التحكيمي ده، الراجل بيقيم اصحاب العداله. انتوا متخيلين؟ احنا مش اللي بندافع عن نفسنا، وما بنجيبش حد يدافع وهو موجود في القناه. مش هيجيب الكابتن ناصر عباس دلوقتي يقول حد بيتدخل في شغله ولا لا. بنسال او بنسيبكم تسالوا الناس اللي مشيت وتجردت من علاقه العمل، زي ما سمعت يا كابتن خالد من الكابتن ياسر عبد الرؤوف زميلك احمد جمال، برضه فضل يزن على الكابتن سمير عثمان بعد ما مشي من قناه الاهلي. قالها له سمير عثمان وش نفكرك بيه؟ بادب كلام غلط. كلام غلط، ما ينفعش حد يقول ما ينفعش نقول ان دي كانت مكافاه. مكافاه لمين؟ هو انا بلعب في النادي الاهلي ولا في نادي الزمالك؟ قال لك وكانك كنت لاعبا في النادي الاهلي. يا احمد الكلام ده كلام، يعني انا قلت لك ادبيا اقول الكلام ده مش غلط، مش عاوز اقول الكلمه الثانيه. اللي بيقول كده ناس مجانين، ده واحد مجنون اللي يقول كده. لسبب بسيط، انت ما بتكروت في قناه النادي الاهلي. لو انت عاوز تجيب سيره قناه النادي الاهلي، انا قعدت سنتين في قناه النادي الاهلي، فيش حد في قناه النادي الاهلي عمره ما قال لي تقول ايه وما تقولش ايه. لو هنرجع للحالات التحكيميه اللي كنت بحللها في قناه النادي الاهلي، في بعض المباريات ممكن اديها لك بالاسم، قلت لا النادي الاهلي تم احتساب خطا ليه مش سليم وخد الثلاث نقاط. يعني ما كانش حد بيوبخك خالص؟ يعني كنت بتقول مثلا الاهلي مثلا اتجامل في ده؟ او ارجع ارجع للمباراه الاهلي وحرس الحدود، خلي الناس بقى اللي قاعدين كده على السوشيال ميديا يعملوا سيرش على قناه النادي الاهلي، طالما انت فتحت الموضوع ده طبعا. يفتح الموضوع وشوف انا قلت ايه. يعني كان عندك مفيش حد مش من الجرأه، هم من الجرأه وهم ما تدخلوش في ال. انت كنت بقى معاهم كده؟ من لو حاجه تجامل فيها الاهلي هتقولها؟ هتقول الاهلي تجامل فيها؟ خلي بالك يا احمد، انا بتكلم بصراحه، انا هنا في قناه الزمالك تمام، وبقول في قناه الاهلي عمر ما في حد قال لي قول ايه وما تقولش ايه. تمام. ليه؟ عشان انت ما تبقى في كوره سليمه واضحه انت هتقول عشان يبقى في مصداقيه. ليه؟ انا في الاخر بحلل حاله تحكيميه. يعني ما ينفعش كوره واضحه فيها تسلل وانت تقول مش تسلل عشان انت قاعد في قناه الاسماعيلي ازاي؟ لا. على فكره هذا الالحاح مع اختلاف الاشخاص، وكلهم ناس اخواتنا، ونكون يعني اما بنستعرض او بنجيب السيره احنا بنرد على اللي بيتقال، احترامنا قائم. لكن هذا الالحاح انك لازم تجيب الضيف يقول اللي انت عايزه، توصل الراجل يقول لك انا بادب كده بقول لك في الاخر، يعني يقول لك اللي يقول كده مجنون، عشان يقول لك كنت بجامل الاهلي وكانوا بيقولوا لي يا كده يا تمشي. معقول الكلام ده؟ على فكره استاذ ابراهيم انا ساعات والله بيتهيألي هم مصدقين بينهم وبين نفسهم، فضلوا يرددوا لدرجه ما صدقوا ان انت كده. لا فضلوا يعني هم افترضوا وضع، وانت لما تلاحظ الكابتن خالد غندور دايما رايح ناحيه الشك، مفيش وضع ما لازم يخرج بيه منفردا في زاويه الشك او الريبه او وليه وكل حاجه. فانت بعد شويه بتصدق كتر ما بتقول لنفسك، وبتعامل الناس على اساس ان دي حقيقه، وتبتدي تصدم لما تكتشف ان لا الموضوع ده مش حقيقي.